يجيني ضابط جديد ورا أربعة أشهر استلم الفوج يلعب بالجنود طوبة. هسه لعب بيك طوبة؟ والله دمرش خلا بيا دم خلا نشحد بعد ظل وراك قمت أشحد بالشارع. سعد أنت انكسرت رجلك، أنت بحجز الأنبار انكسرت رجلك وراها صار هاي قصة سمعتها. وراها صحيح انكسرت رجلي بحق العكاز النفطي أول يوم التحاكي على الدوام. شنو تمشي وقاعد شنو؟ لا لا نزلت دبة مع القازم من الدورية والتوت رجلي وقعت على رجلي. ها تم الاتصال بعامر الفوج قال اخذوه على الطبابة مالت الجيش. اي ويانا من نفس القاطع. زين ذهبنا بالثنتين بالليل انا وعامر سريع الى الطبابة مالت الجيش. نظر ابو الطبابة قال له اخويا شغلتك مو عندي، عندك نزيف داخلي مبين الحمار برجلك، اذهب الى دكتور كسور مستشفى. زين ذهبنا ثاني يوم الصبح الى المستشفى العفو الى الفوج. أي. اخذنا كتاب رسال فحص ومعالجة الفوج للمستشفى. رحنا طبيت على الدكتور عرضني انطاني ورقة مالت اشعة رحنا سوينا اشعة قال هسا اختصر لي هذا الدكتور. طلع بالمستشفى النتيجة رجلك مكسورة. رجلي مكسورة نعم ونزيف داخلي. زين رديت لوحدتك جبروها؟ رديت لوحدتي. أي. لازم الراد لراحة. الامر قال لي اجازة ماكو واللي ينزل اقيبة او اصفره او انقله. اسالك بالله العظيم دكتور نجم 5 سنوات بالدراسة بقدم تضحيات وشهداء من 2007 قارع الارهاب يجيني ضابط جديد ورا أربعة أشهر استلم الفوج يلعب بالجنود طوبة. هسه لعب بيك طوبة؟ والله دمرش خلا بيا دم خلا نشحد بعد ظل وراك قمت اشحد بالشارع. سعد عندي سرطان برجلي. سعد يقول لي روح وين ما تريد روح روح اعلى ما بخيرك اركبه، اذا ما تندل مكتب فرع الفيض حتى ادليك، اذا ما تندل مكتب القائد حتى ادليك. الزلمه يحكي بزوده يقول لك عندي علاقه ويا فلان ويا فلان ويا فلان ويا فلان، انا مو بحالك يقول لك بفلوس ياسدها. شو اسمه هذا الضابط؟ سلام سليمان عطيه المحلاوي من اهل حصيبه القلبيه سكن بغداد، هو مو سكن القائم. زين انت على الحشد هو ضابط خريج كل... اقول لك انت على الحشد؟ نعم انا على الحشد. هو خريج... هو مو ضابط، هو جانب حكم علاقاته صار ضابط على الفوج. عنده علاقات صار ضابط؟ نعم بعلاقاته صار مسؤول الفوج القوه مؤسسا من 2007. انت كل مشكلتك ويا سلام سليمان مشكلتك لان ما اعطاك اجازه؟ اي ما خلاني انزل ومسوي العمليه وخيم العمليه بعد مو شايله ما خلاني التحق الدوم. هسه هو ضابط ويقدر الحاجه مثل ما يريد. ظليت بالفوج لو ادريت وشك ورحت؟ لا لا ظليت مداوم ما راح تفرد نوم الا سويت العمليه. يلا عفاني الواضي يا من الدوام الا سويت عمليه طلع عندي سرطان. يلا عفوني. يعني صار عندك سرطان من الاصابه؟ بالضبط من الاصابه انهملت الاصابه اخوي ما حطاني اجازه حتى انزل. زين هسه سلام انزل حتى ما يقطع راسي ولا يقيدني. هسه هذا الضابط الله مطيع عرف ليش كم ذول هسه يسمونهم مسؤولين ما عندك امر فوج رحت قلت له ابو الوليد هذا الضابط هي سوى بيه وصار بيه سرطان ما رحت ماكو ضابط على السلام؟ اكو بس القائد ورحت للقائد بعد ما سويت عمليه يهددك بالتصفير ماكو يقول لك اذا تروح تشتكي عليه ودق باب واحد اعتبر نفسك او قص مهارك كثير واصفرك. القائد يقول هيك؟ انا عندي شهداء وخمس سنوات بدون راتب اذا صفرني وانا استلم الشارع والله على المرض مجبور امر الله. الضابط يقول له القائد؟ لا الضابط اللي يقول وليس القائد. زين ليش ما رحت للقائد؟ اي القائد قابلته ورا ما سويت عمليه دكتور نجم لواضي ذهبت عليه ورا ما سويت العمليه. اي قلت له شات اللواء سويت عمليه وطلع عندي سرطان. اي قال اذا مجاز انت الرجل شال لبوكته 100,000 وانطاني. زين قلت الدعوه علي قبل 6 أشهر لحد الان الدعوه نايمه دق علي تبيش هذا الضابط ايش تطلبه ايش تريد منه؟ والله اطلب الشكوى ضد سلام سليمان عطيه هو اللي دمرني هو اللي سقطني. ليش ما قلت للقائد اطلب الشكوى على سلام؟ اشتكيت يمه وبصمت على الدعوه. الله يخليك دكتور نجم قبل 6 أشهر بيشتكي علي. وش قال السيد القائد؟ بمكتب نامت الدعوة ما حد دز عليه ولا حد خابرني ولا حد سوالي كل شيء دز عليه عاد سلام ورا الشكوى بربعة الشر. اي الامر دز عليه قعدت بالفوج قال اخويا عمليتك ايش قد تكلف علي اني مالك علاقة بالقانون انا بالقانون اسدها. قلت له والله اكو مثل يقول العمليه ايش تفتح اخويا انا بيها سرطان ولا سمح الله اذا قدر الله وشاء صعد السرطان بيه ومشى بجسمي اخويا راح اديها العوائل وراي ايتام شهداء. اي وانا اقول لك عندي انا صار الاتفاق يوم الثلاثاء في وقتها قبل شهرين يوم الثلاثاء نذهب انا لمحافظه الانبار حتى استلم المبلغ مال العمليه حتى اسافر للهند. الاثنين ب 12 بالليل اتفاجئ انه حاضرني مطيني حاضر على الخط وعلى الماسنجر على الواتساب. اي
ما خلت واحد وما دقيت بابا على سلام اشتكيت عليه عم زلمه ما عنده رحنا فرد نوم ايده والفلوس يقول لك انا نعم هو الرجل يحكي بخطر عليه يقول لك انا علاقاتي واصله خوش علاقاتي واصلاني وين ما تروح اسدها سلام يتكلم وياك والفوج كله يعاني من عنده بس يخافون من عنده عمي ماشي خويا سلام حط رجليك بالقاع ترى ذولا اللي تعتبرهم كبار ترى بس باكر هيتي يطيرون حطوا رجليكم بالقاع حطوا رجليكم بالقاع انا هسه ما اتدخل بالقرار تطي لا ما تطي بس انا اعلق على هذا الكلام مال انا علاقاتي بفلان وعلاقاتي بفلان احترم نفسك وتعامل مع الناس باحترام انا احترم كل مقاتل رفع شال السلاح بالدفاع عن العراق لكن لا احترم من يعتقد او يؤمن انه هو منتج على غيره ليس الفتى من قال كان ابي ولكن الفتى من قال هانذا من تهيت تتنومس سولف بسوالفك مو تعرف فلان هو منو فلان حتى تسولف بي انت منو ولا فلان منو 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 هيك ليش انا اللي غثني اللي يدمرني انه هاي الثقافات الحقيره ليش انتشرت مثل هشيم النار بداخل الوسط العراقي اذا هنالك كلب ابن كلب اللي يغذي مثل هذه الثقافات والتي تعودتم وتربيتم عليها العراقي كل غيره كل شهامه ولك اخوك طاح ومريض ما تطي اجازه ليش ما تعاوني ليش ليش كل عمرنا قضينا نفسنا اخوه متحابين وعليكم هجمه سيد فالح الفياض انت ما ترد همش قول حقك بس خلي الوليدات مثل هاي القضايا استاذ فالح تاخذ من جروفكم هواي انت تعرف انا احترم كل من قاتل بالحشد الشعبي لان ابطال لكن انا ما احترم اللي يتخذون من الحشد الشعبي وسيله للسرقه واللصوصيه هذا الكلام سامعينه من عندي فيا سيد فالح الفياض اذا ما كان الامر يعنيكم او شويه يوجع قلوبكم التليفون موجود ممكن تدزون على هذا وتدزون على سلام وتعلموهم ما انا والله اعرف فلان هسه احكي لي حكايه بس اعوذ بالله منك يا لساني